اعطيك نيميرو محل فايبر انت. هاي شريف، السلام عليكم. لاباس خويا؟ الحمد لله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه موتور جولف 6 ديزل، جولف 7 مظبوط، يعني ما تنجمش تعرف منين باش تبداها منين باش توقف. كلها يعني ظاهرة، كلها ديليتات وكلها كابترات وكلها، على الأقل نعرفوا اللي فما انجكتيرات هم هنا، هذا البخاخات انجكتيرات هم هنا. فما هذه الرامب تحت منه اللي هي اللي فيها حساس نتاع القصبة يسموه، أو الحساس نتاع الرامب نتاع المازوت اللي هو هذا. عندنا هذا هنا، من هنا مصب الزيت. عندنا هنا زاد كيف كيف أو حاجات بومبا فيد، يعني حاجات ما تنجمش تشرحها لأن مادام ما عندكش عليها معلومات كافية ما تنجمش تشرحها. الحاجات اللي نعرفوها مثلا هذا من هنا مثلا التربو، هذا التربو مثلا، هذه الإلكتروفان نتاع التربو الإلكترونيك، هذه مكان الكاتاليزير او فلتر البيع، هذا مكانه هنا. هذه طبعا كل الديريتات نتاع التيربو. هذه من هنا مكان الشان او الكاتين، هذا من قدام الشان او الكاتين. هذه من هنا المولد نتاع الكهرباء والمكيف والحاجات اللي هي تابع المحرك. هذه من هنا مصب الزيت، هذه من هنا مصب الزيت، هذه مضخة ال HP أو مضخة الضغط العالي اللي هي متاع الديزل اللي هي تغذي الانجكتيرات المخخات. هذا من هنا الشمعات، شوف فيهم الشمعات، أربع شمعات فيهم بلوطة الديزل، أربع شمعات. هذه كلها من هنا، هي كلها ديريتات وكلها حساسة متاع الزيت، هذول تقريبا كل الحاجات هذه ما تعرفش راسها من ساسها. ما عادش تقدر توصف المحرك نتاع السيارات هذه الحديثه، هذه محركات كلها هذا مبرد الزيت هو الداخل، هذا هي فلتر الزيت، هذا من هنا مكان الترموستا، هذه الفراشه كور بابيون الاكسيلاري تاعها، حساسات برشا موجودين، حساس كل حساس عنده خند، ما نعرفش شنو هو اللي بالضبط لان ما عنديش عليهم حتى معلومه. هذه المحركات كلها حديثه جديده. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.